صباح الخير مرة تانية من فتنس ون، معكم اليوم عهد، صابر وديما. صباح الخير، كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. اليوم موضوعنا جديد بجديد، موضوعنا رياضة الفايبر. أداة الفايبر زي ما أنتم شايفين عبارة عن أسطوانة مصنوعة من المطاط اليابس، إلها أوزان محددة تبلش من 4 كيلو up to 20 كيلو، كل وزن له لون. أنا معي الوزن 4، صابر 12، ديما 6، يعني كل واحد حسب قدرته وقوته العضلية. عشان هيك نحن مننصح اللي مو كتير في مجال الرياضة ياريت يكون معاه مدرب ما يعمل هاي الحركات لحاله، لأنها كلها رياضة ايروبيك بايروبيك بلاس، رح تشغل أكبر عدد ممكن من العضلات. رح أشرح شوي عن المسكات. زي ما أنتوا شايفين هون نيوترال، جوا نارو، طبعا كله باستخدام تو هاندز، سناتش برضو بايد واحدة بقدر اعمل ريفيرس او بقدر امسكها على الشولدر، وبرضو في عنا فليب من سايد للسايد، وبرضو بتقدر فليب تعملها على الارض، يعني فيك تلعب اوت دور واندور. برضو في عنا كمان مسكة اسمها الكايلندر، رح تطلع فيها نعمل فيها اكسرسايز كمان شوي رح نفرجيكم. هلا هاي الرياضة مدتها 45 دقيقة، طبعا بتبلش وورم اب وبتنتهي بكول داون. اوكي، فيك تلعبها لحالك او فيك تشكل محطات، يعني زي تدريب الدائري. هلا رح نبلش نعمل لكم حصة ونحمي بالاول، وبليز ميوزك. جاهزين؟ Let's go. Side to side. عم نحمي، بدنا نرفع نبضات القلب لفوق. Yes. طبعا كل ما زدنا السرعة بصير أصعب حسب الوزن. Up. Step. Touch. تمام، كيف الهمة؟ يس. طبعا ما تفكروها خفيفة، it's not easy. يس. سايد سايد. اوب. ستيب باك. يس. اوب. ليج كير. ليش؟ عم نحمي أكثر كمية ممكنة من العضلات. Are we ready for knee up? Right. نتذكر دائما التنفس، inhale exhale. Well done, صابر. Last one. Rotation. Stop the knee. Turn rukab. Yes. Ah. Mara. Let's go. Ready? One, two, three. Down. نعملها بسرعة. كل ما أسرعت كل ما صار التمرين أصعب. هيك نكون عملنا الورم اب. هلا رح نبلش بالورك اوت، حنفرجيكم شوية اكسرسايز. يلا جاهزين؟ هلا نحن حنبلش بالبيسك كلياتنا، شوي شوي رح أصعب مع ديما وأصعب وأصعب مع صابر. اوكي، اول تمرين هنعمل سكوات وننزل من سكوات الرينج تبعنا خفيف اند اب. نتذكر النفس. ديما كيف بقدر اصعبها؟ ديما عم تستخدم ايديها وعم تنزل الرينج للسكوات اكثر، عم تعمل زي ويف.
صابر، بعملها مور دايناميك مع جامب، بطلع فيها أب وبنزل، بتصير أصعب الحركة. ويل دان. أوكي، هلأ رح نعمل سايد لنج برضو فليب من هون. نبلش يمين سايد شمال سايد. لاحظي أنا عم بنزل رينج كتير خفيف، كله بيسك إيزي. كيف نقدر نتعبها صابر؟ صابر اعملها الرين أتأت بسرعة أكثر. ديما برضو الرين ثابت بدون دايناميك، بس عملته أصعب، نزلت تحت أكثر. alright كمان تمرين عنا البوكس باترز، زي كأنه عم نعمل بوكس. نبلش سايد داون سايد اند اب اجين. ليتس جو. ديما كيف بقدر اصعب التمرين؟ عم تعمل فيه سكوات، يعني عم بزيد حركتين تمرين واحد وبصير اصعب. ثابت عم بعمل 4 سكوات بدل 2 سكوات، تمرين الإقعاء، هيك عم بشغل كمية أكبر من العضلات. كمان تمرين عنا كايلندر، ننسكوا من هون، حكينا عن هالمسكة الكايلندر، رح أطلع فيها 3 مسكات. ريدي أب أند أب، أب أند داون، أجي أب أند أب، أب أند داون. كيف بقدر أصعبها ديما؟ ديما رح تنزل برضو الرينج اوف موشن، المدى الحركي لها اكثر، حتنزل اكثر لداون وتطلع فيها. يس صابر، صابر حيعملها برضو رينج اوف موشن بلس مع جامب دايناميك، بدل الحركه تكون من سبق بصعبها. طبعا انت بتختار التمرين اللي بيناسبك حسب اذا انت بتعود على الرياضه ولا لا. اوكي كمان تمرين، هذا التمرين انا كثير بحبه، ايس سكيتنج، زي كانه عم نتزلج. ريدي انك عم تتزلج عم تتجدف. كيف بتقدر تصعبها ديما؟ ديما عم تعمل مور جامب، عم تنزل اكثر بالستيب. صابر عم بنزل برضه كروس لانج، اصعب واصعب، وعم بحرك ايدي ويفينج اكثر. اوكي كمان تمرين عندنا الابر كات، زي كأنه كومبات زي الكيك بوكسينج لايك ذس. رح نعمل من تحت لفوق، من هون ابر كات يب اند اب. ليتس جو اب وريور. شباب كيف نقدر نصعبها؟ ليتس جو جود. فيك تعملها مور دايناميك، تمشي فيها. حرك برضه مخسر فيها. اوكي عندنا من الارض بنستغلها تمارين ارضيه، رح نجيب الفرشاه رح نشتغل عليها بوش اب. رح افرجيكم البوش اب البيسك، بفتح ايدي بفتح صدري وثبت الفايبر وبنزل. ريدي ليتس جو. كيف الهمة ديما؟ نوت ايزي زي ما حكيت. كيف بقدر اصعبها ديما؟ ديما عم تشتغل فور رينج، اللي هو بسموه البوش ابس للشباب بس هو مش للشباب بس. اوكي صابر كيف بقدر اصعبها؟ صابر رح يعمل لنا اكثر حركات. زي ما انتم شايفين عم بستخدم
اجري وايدي like سوبرمان. Well done ثابت. Alright. كمان تمرين رح نشتغل plank اللي هو العضلات البطن والظهر بشد. كتير مهم هذا التمرين. هعمله basic. شد بطني ظهري. كيف بقدر اصعبه ديما؟ ديما نفس الاشي بتشد اجريها على اصابع اجريها بتشد بطنها وظهرها. انهيل اكسهيل. ويل دون صابر. كيف بقدر اصعبه؟ صابر رح يحرك رح يغير محل الفايبر ويعمل رول ان رول اب. يس برضه زي سبايدر مان بيقدر يغير ايديه. اوكي عندنا كمان تمرين سيت اب اخر تمرين بطلع اب وبنزل داون بطلع اب بنزل داون. كيف بقدر اصعبه شباب؟ تقدروا تشتغلوا مجموعات بارتنرز يعني بسرعه. ثانك يو. ننزل اكثر. احنا بنفضل هاي التمارين يكون معك مدرب اذا انت لسه جديد على الرياضه لانه احيانا الواحد بخاف يأذي حاله فالسيفتي لازم يكون معك كوتش. بس اذا انت متعود فيك تعمل كثير تمارين زي ما انتم شايفين او برضه فيك تعمل سيركت تريننج محطات تدريب دائري زي ما حكيت بالاول. اوكي شكرا. هلا بهيك بنكون خلصنا تقريبا كل الحلقه بس كثير في تمارين زي ما حكيت. اذا انتم حابين برضه تشوفوا تمارين ثانيه تعالوا عندنا زورونا اليوم بالفتنس بالاوبن داي عندنا من الساعه 10 للساعه 1 بالفتنس 1 فيجا. وشكرا لكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا.